حضرتك تشرب الشاي بتاع الضيوف وتتفضل. هنا مفيش نوسة، هنا في ملك هانم وبس. حضرتك ملك هي نوسة؟ بيتهيألك. وعلى فكرة نوسة ماتت في السجن. مش فاهم. أنا مش شغلتي إن أنا أفهمك، أنت جيت عنوان غلط، خليك كويس علشان ما زعلكش. ما بقاش يفرق يا هانم، أنا كل اللي يهمني دلوقتي نوسة وبس. ما قلتلك مفيش حد هنا اسمه نوسة، فيه ملك، وملك دي تخصني وتخص حياتي. وإذا كنتش عارف اسأل. اللي يحاول يدخل في حياة وهيبة غصب عنها بيحصل له إيه؟ على فكرة بقى أنا ما بفرقش معايا التهديد خالص. شرفت، وياريت ما تكررش الزيارة تاني. يا فندم لو سمحت بس ممكن بس أكلمها، يعني أشوفها مرة واحدة وبعدين حضرتك اعمل اللي أنت عايزاه بعد كده. اقفلوا البيبان بعد ما يخرج. انت لسه ما خلصتيش عشان ميعاد عبد القوي. اديني جاهزه. خلصت يا حاجه؟ ومالك مكشره كده ليه؟ اصلي سمعت اللي انتي قلتيه لعمر. الله، هنرجع نحن تاني؟ انا بقول لك للمره المليون لو رجعت في كلامك انا ما عنديش مانع. انا مشيت في الطريق ومش هرجع من تاني. ايوه اهو كده، برافو عليك. ها ايه رايك بقى يا حاجه؟ يا اختي زي القمر. بقول لك ايه، خدي بالك عبد القوي ده نمسي كبير قوي. عيب يا حاجه، ده انا تربيتك، بس كان نفسي ما ضيعش وقتي وادخل على طول على حسين الشواربي. اهدي كده واحده واحده علشان الطبخه تستوي، وزي ما قلت لك هو الصناره اللي هنصطاد بيها حسين. بونجور. بونجور يا هانم. لو سمحت بلغ عبد القوي باني وصلت. حضرتك ملك هانم مظبوط؟ مظبوط. اتفضلي استني دقيقه واحده. شكرا. ايه يا حسين؟ انت عايزني اعمل كل حاجه بنفسي؟ الله، ما تشوف انت يا اخي وتختار الهدوم اللي احنا محتاجينها للمول. انا عندي هنا اشغال كتيره قوي. فيها مدحت ملك واقف كده ليه؟ هي وصلت؟ ايوه يا فندم. في حد تاني بره؟ في ثلاثه واخدين مواعيد. طيب الغي كل مواعيد النهارده، انا مش فاضي، وخليها تستنى ثواني. حاضر يا فندم. يلا خلصني بقى، انا مش فاضي لك يا حسين. يا راجل اختشي بقى، تلغي مواعيد المفروض انها مهمه وعايز تطرقني عشان خاطر واحده. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. اصلك ما شفتهاش يا سحس، دي حاجه تانية، ما شفتهاش قبل كده، ما وردتش عليا، وايه عندها فلوس متلتله. يا اخويا عرفتها منين؟ اه صحيح، ما انت شفتها. انا؟ ايوه، ما هي دي اللي كانت مع الحاجه وهيبه ملك، اللي كانت معاها يوم فرح بنتك. يا ابني ليه؟ دي صاروخ ارض جو. يلا حبيبي يلا خلصنا عشان مش فاضيلك. بس احنا لسه ما خلصناش كلام. نبقى نتكلم بعدين، اطلبني بالليل وقول كل اللي انت عايزه. الامر لله. هتتغدى ميعادك؟ لا انا راجع طنطا، ده انا عندي هناك شغل متلتل. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. شرفت وانست يا فندم. طبعاً شكراً. إزاي يا حسين دي؟ ده أنا حضرت فرح بنت حضرتك مع الحاجة وهيبة. صح مظبوط. على فكرة يا عبد القوي بيقول لي إنك شاطرة أوي 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 في البيزنس. والله مرسي أوي على المجاملة دي. أنا عندي فلوس كتير بس خايفة معرفش أعمل بيزنس هنا واضطر أرجع فرنسا تاني. فرنسا دي اللي ترجعيها؟ لا 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 لا، إحنا إن شاء الله هنخليكي تنسي فرنسا دي كلها. ملك هانم فين؟ ما دخلتهاش لحد دلوقتي ليه؟ واقفة مع حسين بيه بره بيتكلموا. بيتكلموا في ايه؟ معرفش يا فندم. وكمان مش عارف بيتكلموا في ايه؟ اتفضل روح شوف بيتكلموا في ايه وخليها تتفضل بسرعة. حاضر يا فندم. آخره 7-4. أربعة. أنا هتصل بيكي دلوقتي عشان أتأكد من الرقم وبعدين أسيبه. هعملي في حسابك إن هكلمك كتير. لا مؤاخذة حسين بيه، ملك هانم عبد القوي في انتظار حضرتك. بلاك ان عنده مشاريع كتير عايز يكلم حضرتك فيها. ده انا اسف ان انا عطلت حضرتك. بالعكس انا انبسطت قوي اني شفتك النهارده.
أنا كمان. أرفوار. أرفوار. بونجور عبد القويبي. أول مرة أشوف مكتبي نور بالشكل ده. تفضلي. ميرسي. تفضلي. تاخديه الأول. آخذ نسكافيه بالكافي ميت من غير سكر. سمعت يا مدحت اللي طلبته؟ أيوة يا فندم. بسرعة. أنت قابلتي حسين الشواربي وهو خارج من عندي؟ آه قابلته، راجل جنتل قوي. طيب ما اتكلمش معاكي في حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني يكون عايز يعمل معاكي بيزنس معين؟ لا انا لسه ما فكرتش افتح حد في البيزنس اللي نفسي اعمله. نفسي اطور البنى في مصر. اعمل بيوت زي بيوت الفراعنه، ابني مدينه فراعين. عبد القوي بيه، انت سرحان في ايه؟ ممنوع اللمس. انا اصلي انا ماشي. لا 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 ما تمشيش عبد القوي بيه، انت مش سامعني. لا انا سامعك، انا من ايدك دي لايدك دي. بس من غير شقاوة. حاضر، من غير شقاوة، بس اقعدي اقعدي. اهو من غير شقاوة. كنا بنقول ايه بقى؟ الو؟ ايوه عمر بيه. لا عبد القوي مش فاضي خالص، ده حتى لقى كل مواعيد النهارده. قاعد مع ملك هاني. ايوه ملك هاني تبع الحاجة وهيبه. شرفت يا ملك. بس باين خلصوا، الباب اتفتح. الو؟ والله يا باشمهندس ما نعرف عنها حاجه. مش هي بتتصل بيكم؟ لا احنا اللي بنكلمها. هي من ساعه ما خرجت من السجن وهي مش عايزه تقول لنا هي قاعده فين. طب انتوا ما سالتوهاش؟ لا بنسالها، بس هي دايما تقول لنا ان هي مبسوطه وبتطمنا على نفسها. ده حتى حسين بيه والدك بعت لنا في المكتب وقال لنا ان هو عايز يعرف مكانها، واحنا قلنا له ما نعرفش، قال لنا لو عرفتوا مكانها هراضيك واجيب لكم سكن وعفش. هو بابا عايز يعرف مكانها ليه؟ اكيد بيفكر يأذيها. بقول لكم ايه، انا مستعد اجيب لكم معفش، فرش، اي حاجه انتم محتاجينها، بس محدش يقول لبابا هي فين. عيب عليك يا باشمهندس، هو ده برضو اللي تعرفه عننا؟ احنا ما نبيعش صاحبتنا ولا صاحبنا ولا بكنوز الدنيا كلها. بس انا مش عارف هي بتعمل معايا كده ليه، مع اننا كنا متفقين على كل حاجه. بص يا باشمهندس، والله هو اعلم، الست اللي اسمها وهيبه اللي كانت معاها في السجن دي شكلها كده ماسكه دماغها، وشكلها كمان رسمها لها على رسمه. رسمه زي ايه؟ محدش يعرف. انا عايزاك تطمن يا باشمهندس، نوسة مش صغيره ولا حد في الدنيا دي كلها يقدر يلف دماغها الا بمزاجها. على كده بقى تبقى مش طايقاني انا؟ طب ما حدش فيكم يعرف هي غيرت اسمها ليه؟ ما هو ده بقى اللي انا كنت عاوز اسالك فيه يا باشمهندس. يعني لا مؤاخذه، انت متاكد اللي انت شفتها دي نوسه نوسه بتاعتنا؟ الا متاكد. انا شميت ريحه الياسمين من قبل ما اشوفها. مش ممكن اتوه عن نوسه ابدا. والله ما صعبان عليا الا عمر. لو فضلت حنه كده هتبوظي كل اللي احنا عملناه. هنفضل كده كتير. يعني انت وشطارتك، انت مش بتقولي عايزه تنتقمي من اللي دخلوك السجن؟ ايه اللي عايزه انتقم؟ طبعا. خلاص عبد القوي هو اللي هيوصلني. عبد القوي مش محتاج واسطه، ده خد نمرتي وخدت نمرته، ده حتى عايز يكتب لي الارض اللي هبني عليها المشروع. برافو عليك يا نوسه، دي اول خطوه ناجحه تعمليها. طبعا هيبقى لكم شغل مع بعض. اسمعي، انا عايزه عبد القوي يغير من حسين، وعايزاك تسخنيه ضده علشان يطربق الدنيا على دماغه. والله انا شايفه ان الاثنين زي بعض. ايوه طبعا الاثنين زي بعض، الاثنين مرتشيين ونصابين. على فكره اعملي حسابك، الليله هنتعشى عند عزيز ابو العز. وانا لازم اجي معاكي؟ طبعا، علشان تعرفي الدنيا ماشيه ازاي. مش يمكن عزيز ينفعك في موضوع عبد القوي وحسين؟ اباوي انا كنت شايفك مهتم قوي بملك هانم.
باين عليها بزنس وومن هايله. ياه هايله يا حسين، ما اقولكش يا حبيبي. تصدق انا عمري ما تسرعت في مشروع زي ما تسرعت في مشروع قريه الفراعنه دي. يا اخويا طب ما دام كده ما توصيها عليا تعمل معانا كمان بيزنس. ما انا فرعون برضه. لا يا حبيبي، اطلب مني اي حاجه الا مالك. دي الحاجه وهيبه فين وفين عبل ما قبلت ان انا اخش معاها في البيزنس. بقول لك ايه، ما تحرجش نفسك ها، وما تحرجش بقى علشان ما نخسرش بعض. ايوه للدرجه دي. بقول لك يا حسين، ايه في الموضوع ده خالص، واذا كان عندك كلام في الشغل اتفضل قول. يا ريس رجب، خربوش عامل ايه معاك دلوقتي في الشغل، كويس ولا وحش؟ هو مين اصلا خربوش ده عشان يبقى كويس ولا وحش يا عم؟ وانا بسالك انت هتناسبه؟ انا بقول لك دلوقتي بقى كويس عشان بعد كده ما ترجعش تشتكي لي. لا هو بقى في حاله، ولما بوش حاجه من الشغل بيسالني. ايوه كده حبيبي، ايوه كده. طمني، امال انا كنت بظبطه ليه؟ بقول لك يا استاذ رجب، ما سيبنا شويه كده عشان عايز اكلم ابويا في موضوع مهم. حاضر يا سي ممدوح حاضر. هو انا اقدر اتكلم الا بلسانكم؟ ما انتوا العيله اللي ماسكه الشركه. رجب بطل هالفطه، امرني. الله على احلى صوت سمعته في حياتي. صدقيني لو قلت لك انه احلى من صوت الكروان. ايه ده بقى؟ لا انا كده ازعل منك قوي. ايه انت ما سجلتيش اسمه ونمر تليفوني ولا ايه؟ لا 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 اقصى عليكي. طب خلاص خلاص، ما تقفليش ولا حاجه. انا ستي حسين الشوارمي. باردون حسين بي، ما كنتش واخده بالي. خلاص اوعدك المره دي هسيب الاسم والرقم. تحت امرك حسين بي. بس انا طماع قوي. ربنا يخليك. اول خدمه تبي بقى يا ستي، عباوي بيه كان بيشكر فيك وبيقول ان انت عندك افكار في البيزنس هايله. ايه رايك انا مستعد ادخل معاك في اي مشروع يعجبك؟ طب خلاص اتفقنا. قولي لي الحاجه وهيبه جنبك، طب ممكن تساليها عن واحده كانت معاها اسمها نوسة؟ اساليها هي فين دلوقتي. نوسة؟ طبعا فاكراها، انا كنت شفتها مرتين عند الحاج، وبعدين اعتقد ان هي سافرت، يمكن طنطا. عموما هبقى اسال الحاجه واقول لك. المهم دلوقتي انا ما عنديش فكره بيزنس في طنطا، هفكر واقول لك. عموما انا كنز ومفتاحه معاكي، ونفسي اعمل معاكي اي مشروع، وعلى فكره من غير دراسه جدوى كمان. مع السلامه. ايه رايك؟ ما دام جه برجليه يبقى حكم على روحه بالاعدام. بس انا اللي محيرني، هو مشغول بحكايه نوسة ليه؟ عارفه ليه؟ عشان عارف ان ابنه بيحبني، ولو لقاني هيتجوزني ويبوظ الشغل اللي بينه وبين عبد القوي. ده يبقى ناوي لك على نيه بقى. اسمعي خدي بالك مني. قصدك ناوي نوسة؟ انا ملك. اه صحيح، ده اللعب ابتدى بقى. اسمعي انا عايزاكي تلوعيه حبتين. مش من اولها يا حاجه، لما بس اجيب رجليه. الله 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 الله، ده انت طلعتي بنت جنيه. ده انا نوسه بنت حوريه. على فكره انا عايزه الرسومات بتاعت قريه الفراعنه عشان ابقى اديها لعبد القوي. هايل يا ملك، الرسومات تجنن. كويس انها عجبتك. صاحبك حسين باين عليه العوبان كبير. ليه؟ قال لك ايه؟ عمل ايه الراجل ده؟ المره اللي فاتت لما شفته هنا لقيته جنتلمان قوي، عشان كده اديته نمرتي لما طلبها، وخدت نمرته بس ما سيفتهاش. لا غلطانة يا ملك، غلطانة جدا، ما كانش لازم ابدا تديله نمرتك. انا اديتها له بحسن نية لما عرفت انه يعرف الحاجة وهيبة. انا اللي معرفه على الحاجة وهيبة. الله، كان له خدمة عندها عملتها له وخلاص، كل واحد راح لحاله. انما انا والحاجة وهيبة حبايب من زمان. المهم ايه اللي حصل؟ لقيته من كام يوم بيكلمني، قعد يقول لي كلام غزل شوية، ولما شافني مش متجاوبه معاه عرض عليا فكره مشروع، وقال لي اشمعنى عبد القوي يعني؟
هو كان احسن مني. طبعا احسن منه. هو فين وانا فين؟ ده لولايا لا يعرف لا يروح ولا يجي. ده انا اللي عملت عضو مجلس الشعب. بس لقيته بيطلب مني طلب غريب قوي. طلب ايه؟ قعد يسالني عن بنت اسمها نوسة، بيقول انه كانت مع الحاجه في السجن، وطلب مني اسال الحاجه هي راحت فين بعد ما خرجت من السجن. قولي لي كده بقى، اكيد في بينه وبين البنت دي سوري يعني علاقه. اصل حسين ده طول عمره رمرام، سمعته زي الزفت. تقول لك يا ملك مالكيش دعوه بيه لانه له علاقات كتير بستات. ستات ستات اي كلام. غريبه، مع انه باين عليه جنتلمان قوي. مش بالشكل يا حبيبتي، لا لا لا، انت باين عليك طيبه قوي. عموما انا هسال عليه الحاجه وهيبه. وانت تسالي الحاجه وهيبه ليه؟ اساليني انا يا ملك. انت من النهارده مسؤوله مني انا. يو بقى، ما قلنا شغل وبس. حاضر يا حبيبتي، شغل وبس. اهدي اقعدي اقعدي. عارفه يا ملك المشروع ده هايل يجنن. طبعا يجنن.